تقدر تخرج من المسابقات وتدور حوالين المنطقه. احنا بنستخدم انت على اساس الستايل بتاعها والشكل بتاعها في اسلوبها في الكلام، عقلها ثقافتها حتى الاختبارات اللي تمت في المنطقه. الفكره جت لما لقيت ان في مسابقات كتير قوي بتحصل بتتكلم عن الجمال والشكل، عايزين بنت عطور، عايزين بنت طويله، عايزين بنت قصيره. فمره مش كده، مره في جمال تاني فيها خالص احنا بعيدين عنه تماما، فيمكن ده شجعني ان انا اعمل الفكره دي. المسابقة شارك بها أكثر من 15,000 فتاة تم تصنيفهم إلى 20 فتاة دون الأيدين الفترية الجزائرية المزعين للحصول على جوائز. أنا يعمل برنامج مفروض ان احنا رايحين بكره